هنا سنرقد. نعم هنا سأموت أنا. ونشق البوق كمان. لاحظنا كويس. يا شباب أنا فقدت مجموعتي غابات اليونان وبقيت لحالي هون، صلي 3 أيام، هذا اليوم الثالث، يومين وهذا الثالث. من امبارح الصبح ما عندي أكل، عم بدي بث مباشر على التيك توك، ما عم يبث. قبل ما يخلص الشحن عندي بلكي شخص هيك بيجي بدليني على الطريق، يعني بيطلعني بس من الغابات، أريد أطلع من الغابات، والله تعبت. الله يخلصني من هي الغابة، غابة اليونان، إن شاء الله سالم غانم أرجع على أولادي بس. لأنه تفكير اللي عم أفكره ما خوف من الموت، لا والله، بس عم أحسب إيش بده يصير إذا متت أنا، إيش بده يصير بأولادي من بعد، فقط.